باش تحلال قصر نروحوا نشوفوا كيف كيف اروح برك هاي آه بداية بوردري خفيف هاي آه نروحوا نشوفوا كي تقول الكاريزما والخزرة الوعرة يجيك في بالك ضيفنا لسهرة اليوم أحمد مداح كي تشوفه تحسه وعر وقبيح وهو في الحقيقة رومانسي وحنين أنا حبك نموت عليك والدنيا دنيا على جاب شكتا مفادر ليه كنت نحوس عليها أمان كات واو حمد عنده مشكلة مع شعره وكل مرة يجينا بلوك جديد مرة شايب مرة شعر صفر مرة ينحيه مرة يطوله تلفها لنا لازم اليوم نعرفه واش حكيته معه تحياتي لكم جميعا رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة وتسريحة جديدة بتسريحة اليوم نحن راح نشتغل على الشعر الناعم شايفين معي شعر أسود ولكن ناعم يعني هاي النوعية من الشعر لازم تكون كتير دقيق لأنه هاي النوعية كتير حساسة أي غلطة بكفرة هي يتصور بارتو في البحر في الغابة قدام الباب قدام الطاقة قدام الشجرة قدام الحجرة ما يعياش صورني هو في الحقيقة كان حاب يولي أرشيتكت مي كي قرا كتاب الألشيميست بدل كاع تخمامه ودورها تمثيل بلا ما يقول لدارهم أحمد إنسان سامبل وما يحبش يتفلسف بزاف بصح من ذاك يزيد عليها شوية ما يخلعكمش برزانة اللي راه فيها كي كان صغير كان طويشي قبيح ويتضارب بزاف المهم أحمد شد روحك مع زهرو وراه يبان لك عاقل وجونتي بصح فيه ما يكفيه كامل اللي لعبوها واعرين طاحوا دموعهم في القهوة هيا سلام قهوة قبيح هذا يا قبيح شوية صاحبنا زوج قباح حمزة تحياتنا ليك وإيهاب في المونتاج اللي اليوم إيهاب أبدعت خويا راح بعيد راح بعيد رديت لي كوافير معليش وش رايك؟ الله على طيب صح أخويا إيهاب واعر خو إيه ما تعبش لا ما تعبش أكتب كي بالضحك قاعد أكتب كي بالضحك والله تبا جابوا الحقيقة شوية قربوا شخصية حمد أوه إيه شوية أنا عجبتني اللوك تاع شعر وش حكايته وش ما قدروش نروحوا لاكرونيك ولا مسخسوك بصا دي بوان عبك ديت على بيكام بكري ما بيكام سي رار وين زعما ما نحففش بزاف صا دي بوان لي بروديكسيون صا دي بوان البروجي إكزاكتومون داكور